شعائر الحج للتوحيد أعلام، يغشى الحجيج بها روح وأنسام. مناسك طاب من يحيا بها وكفل، عباد منها بقرب الله إكرام. هم الحجيج أفاض والقلوب وفات، أنعم بوفد إلى الرحمن قد قاموا. تضرعوا في جوار البيت وابتهلت قلوبهم، ومن الرحمن إنعاموا. رحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام ومشاهدي برنامجكم المتجدد التوحيد في الحج. نرحب في بداية هذه الحلقة بضيفنا الدائم الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي، أستاذ الدراسات العليا سابقا بجامعة القرويين. أهلا ومرحبا بكم شيخنا. وبكم كذلك شيخنا حفظك الله. نريد أن نتحدث في هذه الحلقة، مع أنها ليست حلقة واحدة، نريد حلقات، نحاول أن نغطي في هذه الحلقة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للناس ودعوته للتوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى من حكمته ومن رحمته بعباده أنه لا يتركهم هاملة، فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده وصلت الأرض إلى تمام ظلمتها. نعم. لأن في حديث عياد بن حمار قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقي منه الكتاب. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقي من الكتاب. القصد هو أن يعني أهل الأرض وصلوا إلى مرحلة صعبة من الضلال ومن الشرك ومن السفك ومن الانحراف الأخلاقي والخلقي، يعني كل الموبقات. لأن قال فمقتهم عربهم وعجمهم، فإن شاء الله تبارك وتعالى أن تحيا الأرض من جديد، وأن يبعث الله تبارك وتعالى هذا النور. ففي السابق يعني غالب الأنبياء كانوا في الشام، ونوح عليه السلام كان في العراق، وحتى إبراهيم عليه السلام أول ما دعا في العراق، وكان هذا هود في اليمن، وصالح في مكانه الآن المعروف، وشعيب في مدينة قريب منه. يعني القصد المرة هذه إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون هذه البقعة هي يعني بقعة النور، وهي الخاتم، يعني بها تختم النبوات، وعلى صاحبها على دعوته تقوم الساعة. نعم. على دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. يعني هو الخاتم، لأن قال بعثت أنا والساعة كهاتين، فقارنا بين السبابة وبالوسطى. إذن هذه البعثة التي يعني بعث بها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في الحقيقة من أغرب الأمور. في السابع كان النبي كان يبعث في يعني دائرة محدودة في قومه، لكن هذا صار دعوته الأرض كلهم، شرق وغرب، وإلى أن تقوم الساعة. يعني كل نبي كانت دعوته محدودة بمساحة معينة وبأمة معينة، لكن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام هي دعوة عامة، ونبوته ورسالته عامة. فلهذا لا دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، من دين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أين بعث؟ بعث في مكة، ولد في مكة عام الفيل صلى الله عليه وسلم، وتنبع على رأس 40
يعني لما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وجد؟ يعني وجد كلها أصنام، مكة فيها يعني البيت يعني تضر به 360 صنم بس البيت. لا إله إلا وهو يراها وشبه عليها وينظر إليها، وكلهم يعني كانوا يحمون هذه الأصنام. فأول ما بدأ بالتوحيد طبعا، بالدعوة السرية. هذا هو الدعوة السرية، كانت 3 سنوات ودخلوا ضل الأرقام إلى آخره، واستمروا هذه المدة. لكن بعدين أعلنت نعم الدعوة وخلاص أصبحت المواجهة يعني أصبحت واضحة. أي واضحة. وخطب في من رسول بين الحق والباطل. أي بين الحق والباطل. خطب من في الصفا وقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني دعاهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأنه رسول الله. وقعت بقية الأمور بهذا المخاض، وأسلم أبو بكر وأسلمت خديجة رضي الله عنها وأسلم علي، وبدأ حبة حبة واحد واحد. يعني لعل عمر رضي الله عنه يعني عدده 46 واحد. نعم. وهو في السنة السادسة، يعني أسلم عمر في السنة السادسة للبعثة، وكان عدده يا 46، يعني 46 في 6 سنين، يعني 6 سنوات. يعني أصفرت على كم واحد؟ على 46 هي اللي موجودة. هذا الحاصل أن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المدة كلها. سبحان الله. إذن يعني القضية يعني عن الصحابة الذين أسلموا كلهم يتجرعون المرارات الكثيرة، هذا يجرهم، هذا يضربهم، هذا يصفعهم، هذا يسبهم، يعني كل واحد إلا أبو بكر الله تبارك وتعالى حماه من شره ومن نظر الله. نعم. لما كانت القبلية وما كانت يعني المادية بين أهلي. أي بين أهلي وكذا، ومع ذلك حتى هو حصل له ما حصل، ومرة يعني أغمي عليه حتى قيل أنه توفي رضي الله عنه وارضاه. القصد أنهم كلهم تعرضوا لهذا الأشكال. وآخر شيء يعني أول شيء راحوا للحبشة، يعني خلاص هاجروا إلى الحبشة. هاجروا للحبشة فرارا من التعذيب، وفرارا من من التضييق، وفرارا من يعني كل الأزمات التي يتعرضون منها. قصدي أن يعني دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام مرت بصعوبات كثيرة. ليس هو مكث في مكة 13 سنة. 13 سنة كلها على هذا الغرض، وليس هناك إلا المعتقد. 13 سنة متخصصة. نعم. فلهذا تجد الصور المكية كلها في هذا الموضوع، يعني ما فيها غير غير العقيدة، وهي أكثر عدد صور القرآن. لأن الصور المدنية 27 صورة هي الموجودة، هذا عدد الصور المدينة، وبقية الصور كلها صور مكية. ولهذا الصور المكية ليس فيها إلا الألوهية والحشر والنشر والنبوة والقرآن والتحليل والتحريم، يعني 5 مسائل تدور عليها الصور المكية. فقصدي أن يعني انظر إلى فساد عمرو بن لوحي، يعني كيف قاومه الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لأن فسد عمر بن لحي هو اللي وجد الرسول، وإلا لو وجد ميراث إبراهيم خلاص ما في شيء، لكن لم يجد ميراث إبراهيم. ميراث إبراهيم اختفى. نعم. بعبادة واجه صعوبات. أه؟ بسبب الأصنام موجود. إيه خلاص، دعوة إبراهيم عليه السلام المؤسس. نعم. للبيت اختفت بعبادة الأصنام، وأصبحت هذه الإشكالية اللي بين الرسول: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا صبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرد. أنا قصدي أنهم كان إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أين لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والله المستعان. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أين لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. اتهموا. يعني هذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. القصد يعني الأمور
الكثيرة اللي هي تعرض لها الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته، والله تبارك وتعالى وفقه وصبر على يعني في الحقيقة الذي درس سيرته مفصلة يرى العجب العجاب في صبره على أذى قومه، ومع ذلك يعني كان حكيم، والله تبارك وتعالى صبر واحتسب، أعطاه من تؤادة ومن الحلم ومن الصبر، يعني ما قتل أحد، ما كسر صنم، ما فعل أي شيء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا قصدي شوف يعني الدعوة الرشيدة، يعني لو شبابنا الآن خلاص كل شيء فجر وكل شيء قتل، الله المستعان، لكن ما شاء الله صبر، دعوة بحكمة، دعوة بحكمة وبصبر، يعني شوف صحابه يجرون على في الرمضان وصابر ما قال شيء، صبرنا على ياسر إن موعدكم إيش الجنة، يعني يقول لهم صبروا بلال، يعني ما تعرض أحد يعني تي واحد الله تبارك وتعالى. القصد أن مكة يعني مرت بمراحل، يعني المرحلة الأولى مرحلة إبراهيم، شو ما جاءت مرحلة عمرو بن لحيلية، يعني مرحلة عبادة الأصنام، الله أعلم كم استمرت من سنة، مئات السنين لعلها، شوف عاد جاء الرسول، ما وجد الرجاء الرسول، جاء كل شيء، اللهم كل شيء مظلم، فالله تعالى قواه. وكانت الدعوة في أولها كما قلت لك كانت بطيئة جدا في الاستجابة، لأن الناس تخاف، الناس فيهم خوف، لأن أي شيء لأن في الوقت الحاضر أي شيء الناس كلها تفر منك كده، يعني الناس ما يعني شوف يعني الدعوة صعبة، الإنسان يتهم في دينه، يتهم في عرضه، يتهم في ذمته، يتهم في كل شيء، حتى عمه كان من ورائه ويقول هذا كذاب لا تصدق، هذا هو أبو واجه صعوبات كثيرة، واجه صعوبات كثيرة، القرآن ذكر ذلك، خلاص قرأ سورة الفرقان، قرأ سورة أي سورة، سورة مكية تجد فيها فينا هذه الإشكاليات، قرأ مثلا سورة الأنبياء، قرأ أي سورة من السور المكية تجد فيها هذه الإشكالات. فقصدي أن مكة يعني التي يعني الآن الحمد لله يعني تظهر بالخير وتظهر بالطواف وتظهر كذا، مرت مراحل صعبة، فالرسول عليه الصلاة والسلام وفق وخلاص، هو طبعا خرج هاربا من مكة لأنه وصلوا إلى درجة قتله، خلاص يعني ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك أو يقتلوك إيش؟ أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله، والله خير الماكرين، إما أنهم يسجنوه وإنهم يقتلوه وإما أنهم يطردوه، فهو خرج صلى الله عليه وسلم هاربا واختفى في غار ثور بطحاء قريش، الآن يسمى بطحاء قريش، وجلس 3 أيام وغادر مع هذاك اللي كان لهم خيرت ابن كذا، ووصل إلى المدينة، فالله تبارك يعني جعل له أسباب وجعل له هدايات، فكان له ما كان. فبعد أن وصل إلى المدينة الله تبارك وتعالى حماه بالأنصار، واستقبلوه أنصار المدينة، استقبله ما شاء الله تبارك الله، فالحمد لله انقلبت الأمور إلى الحمد لله إلى ما انقلبت عليه، وجلس إلى السنة إلى السنة الثامنة، فدخل يعني مكة من جديد فاتحا منتصرا. لعلنا شيخنا نتحدث عن فتح مكة في الحلقة القادمة بإذن الله إن شاء الله. تعالى شكر الله لكم شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم وبارك فيكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، طبتم وطابت أيامكم، ونلقاكم على خير بإذن الله في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنعم بوفد إلى الرحمن قد قاموا، تضرعوا في جوار البيت وابتهلت قلوبهم، ومن الرحمن إنعاموا.